السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درسي رياضيات للصف الأول متوسط، عندي حل مراجعة الفصل الثاني صفحة 57. يقول عبر عن الأعداد والكسور التالية بصيغة العدد النسبي. أولا 4 عدد صحيح أو 9 بالعشرة. يلا يا ماما، أربعة عدد صحيح أو 9 بالعشرة. أول مرة نقول 49، 49 على اليمن على 10، 49 على 10، لأن هي العشرة هنا عدد واحد يعني بس 9، صارت 49 على 10. تمام؟ زين، نجي على ثانيا 0 عدد صحيح و 29، أخلي 29 بالبسط، وهنا جيت 100. ليش 100؟ لأن مرتبتين. هنا ليش 10؟ لأن مرتبة واحدة. زين، 3، 3 2 عدد صحيح وواحد من 3. هنا ش أسوي؟ هنا أضرب وأزيد، أخلي 3، 2 في 3 6، 1 7 على 3، 7 على 3. زين، 4 مطيني بس 8، شو أقول؟ 8 على 1، بس أخلي له 8 على 1. 5 مطيني 25 و 9 بالعشرة، إيش أقول؟ 259 على اليمن على 10. هاي الخمسة الأولى. نجي يقول لك قارن بين الأعداد النسبية مستعملا أكبر أو أصغر أو يساوي. 6 مطيني 9 على 16، هنا المربع نخلي أكبر أو أصغر أو يساوي. بس هنا شلون راح أسوي؟ شوفوا، عندنا الأربعة مثلا إذا نضربها، يعني إذا طرفين بوسطين، 4 في 16 وأضرب 9 في 7، حضرب 4 في 16 شي يطلع لنا 64، وأضرب 9 في 7 يطلع لنا 63. زين، هذا 64 وهذا 63، إذن إيش أخلي؟ أخلي علامة يعني 63 حصير وهنا 24، حصير هنا 64 وهنا تصير، إذن العلامة هذه العلامة. يعني شو تصير؟ نقول العلامة حصير 4 و 9 على 16، هنا 4 على 7، 9 على 16 حصير، يعني نقول 4 في 16، هذه 4 في 16 طلع لي 64. 4 في 16 طلع لنا. طبعا اكو عدة طرق، اكو مثلا نحلل، اكو شوف شلون نسوي. فنقول 4 في 16 يطلع لنا 64، و 9 نضربها في 7 63. فش نقول؟ نقول 63 هذا، يعني مثلا نقول لك هذه 63 وهنا 64، مو 64 أكبر من 63؟ هاي 63 يوم، فنخلي علامة أكبر. يعني زين، هسه إذا أريد إحنا مثلا نوحد المقامات، الطريقة الثانية نوحد المقامات اللي هي 16 والسبعة، 16 والسبعة، حيصير 112، حيصير 112. يعني مثلا إذا راح تسوون 16 وراح تحللون السبعة، هنا هاي طريقة ثانية، على 16 كم؟ 2 بها 8 والسبعة تنزل، ناخذها على 2 بها 4 والسبعة تنزل، ناخذها على 2 بها 2 والسبعة تنزل، ناخذها على 2 بها 1 والسبعة تنزل، ناخذها على 7 بها 1 و1، 2 في 2 4، في 2 8، في 2 16، في 7 يطلع لنا 112. شوفوا ايش راح اسوي، 112 مثلا نقول هنا 112 عيني، وهنا همات نقول 112، حنقسم نقول 112 نقسم 112 على 16،
بيها 112 على 16 بيها 7 نقول 7 في 9 63. 112 على 7 112 على 7 شقد بيها 112 على 7 حيطلع 16 في 4 يطلع لنا 64. شوفوا هم نفس الشيء، شوفوا شلون هذه صارت 64. اذا نخلي علامة اكبر. تمام زين، هذه حليتها بطريقتين، انا ما راح بعد احل بطريقتين. زين هسه وين وصلنا يا رقم؟ رقم 7. 7 منطين 12 على 25 عيني، وهنا 6 على 8. هنا راح نضرب 6 في 25، اقول مثلا 6 في 25 ايش حيطلع لنا؟ 6 في 25 150، واضرب 25 في 8 25، لا 6 في 25 6 في 25 6 في 25 150 تمام، واضرب 8 في 12 يعني اقول 12 في 8 يطلع لنا 96. اذا ايش اقول؟ اقول ال 100 هنا عندنا ال 8 في 25 حيصير هنا علامه، لان هنا 150 وهنا 96، فالمية وخمسين حصير أكبر من 96، إذن أخلي علامة أكبر. قلت لكم ما راح أحلها، حليتها فقط طرفين بوسطين، طرفين بوسطين. وإذا تردون تحللون يعني توحدون المقامات تقولون 8 8 توحدون المقامات تأخذوها على 100 وما أعرف شنو. زين هسا الثمانية، الثمانية أربعة على 100، وهنا الاثنعش على 300. يلا يا ماما هما ايش راح أسوي لما نضرب اثنعش في 100؟ اثنعش في 100 راح نقول اثنعش في 100 الصفارة ينزلن، اثنعش في 100 الصفارة ينزلن، و 12 في 1 12 في 1 12. زين هسه شو اسوي؟ هاي ضربت ماما، هاي 12، هسه هاي ضربت 12 في 100. هسه اقول 4 في 300، يعني هاي قلت لكم اخذ طرفين بوسطين. احنا الطرفين والوسطين يعني نقول لك طريقة اسهل من واحد المقامات وما اعرف شنو. 4 في 300 صفرين ينزلن، 4 في 3 12. شوفوا هاي 1200 وهاي 1200 مو يساوي؟ اذا اخلي علامة يساوي، العددان متساويتان اخلي علامة يساوي. هاي الثمانية. نجي على التسعة. التسعة 5.3 و4، هذا يقول لك من الأصغر إلى الأكبر، 1 على 4 يعني رتب الأعداد سالب 5 و4. يلا يا ماما تصاعديا، يعني هذا يقول لك تصاعدي، أول واحد الصغير السالب، يعني أقول سالب 5.4. اي بعدين هسه خلينا نشوف، هسه نقول 4، هسه نقول 5.3 حصير 53 على 10، هذه 53 على 10، واقول 4 في 4 16 و1 17 على 4. اذا ايش حصير ترتيب التصاعدي؟ هذه سالب 5.4، وهنا عندك 5.3 ها عيني، فايش حيصير؟ نقول يصير منا نكتب السالب 5 تصاعدي، لأن من الصغير للكبير. إذا نخلي أقول 53 على 10، وهنا 17 على 4، وهنا سالب 5 على 4. زين هذا اولا سويت، خلنا نعيد الشرح. هاي الخمسة قلت 53 على 10، بعدين هاي 4 4 في 4 16
واحد 17/4، وبعدين هذا سالب 5 هو سالب يبقى. إذا ترتيب التصاعدي حيصير 53، وثلاثة وخمسين على 10 وسبعتاعش على 4 سالب 5.4. هذا أو أكو طريقة لخ نحول الكسر، يعني نقول يصير الطريقة اللخ سالب 5.4، يعني نقول سالب 5 حيصير الترتيب حنرتبه، وبعدين هنا 5 سالب 5.4 و سالب 5.4 أكبر، وبعدين 4 و1، هذا الترتيب 4 و1 على 4، وهنا 5.3، هذا صار الترتيب التصاعدي. زين نجي على 10، وينها العاشرة؟ عاشرا 7.4 وثلاثة واحد اثنين وأربعة واحد من ثلاثة. هسه نقول حيصير 7.4، يعني نقول 7 و4 على 10، وهنا 3 و1 من 2، وهنا 4 و1 من 3. سويناهن هيجي حتى كلهن طلعهن، يعني نضرب ونزيد. هنا 7 في، هنا زائد 7 في 10. ها خليهم على اليمن، قرأسا نرتب، فنقول 3 و1 من 2 و4 و1 من 3 و7 و4 على 10. هاي من الأصغر إلى الأكبر. زين هسه شو نقول؟ يعني نقول 3 و1 من 2 و4 و1 من 3، وهنا 7 و4، هذا حيصير الترتيب التصاعدي. هذا حيصير الترتيب التصاعدي. زين سويت هذه الطريقة. هسه شو عندنا؟ رقم 11 مطيني سالب 4 و5 و4.22 و13 على 3. يلا يا ماما، هنا يريد ترتيب من الأصغر إلى الأكبر، همات هي كلها تصاعدي، ترتيب من الأصغر إلى الأكبر. زين شو أسوي؟ أقول لك 422 على 100 هذا، وبعدين 13 على 3، وبعدين سالب 5 13 على 3، وبعدين أقول شوفوا هسه هذني 422 وهنا 100 وهنا 13، راح نضربهن اثنين هاتين في 3، حيصيرن 1266 على 300، وهنا حيصير 13 1300 على 300. إذا شوفوا مو صار هاي العلامة؟ يعني 1300 أكبر من 1266، ها عيني. فنقول هسه ترتيب سالب 4، هاي الخمسة هاي السالب يعني منتهين من عندها، يبقى 100 وهنا 1300 على 300، وهذا هو الترتيب التصاعدي. يعني نقول سالب 4.5، ها عيني هو السالب يبقى هنا بهذه الجهة، بعدين أخلي 4.22، وبعدين أخلي 13 على 3. هاي ماماتي. زين نجي على 12 يقول جد ناتج ما يأتي 14/9 زائد 3/5. احنا نوحد المقامات، المقامات ما بالشبهات نوحدها، فنقول 9 في 5 ناخذها خط، تبدون خط كسر او خطين 45، وهنا 45، 45/9 بها 5، 5 في 14 5 في 4 20، و5 في 1 5 6 7 70، 45/5 بها 9، 9 في 3 27.
إذن يساوي هنا 45، 27 بها 97، طلعين تلنا 97 على 45. زين، هذا 12. نجي على 13 منطيني 3 على 10 زائد 6 على 4، همات نقول 40 هنا زائد 40. 40 على 10 بها 40 على 10 بها 4، 4 في 3 12، 40 على 4 بها 10، 10 في 6 60، إذن يساوي لنا 72 على 40. ها ماماتي 72 على 40. زين، 13. هسه نجي على 14، يقول لك 14 سالب 4.2. شوفوا ماماتي، انتوا تردون تحللون، تردون يعني رأسا تضربون، ترى اكو ما يصير ضرب، يعني مو كلها نضرب هاي المقامات، اكو مثلا قبلا القسمة يعني بالنحلل، فتردون تحللون حللوا، تردون ما تحللون براحتكم. يعني هسه عندنا هاي العشرة وعندنا هاي الأربعة، إذا نريد نحلل، إذا نريد نحلل نقول اثنين هاتين يقبلن القسمة على 20، اثنين هاتين يقبلن القسمة على 20. خلينا أحليكم طريقة ثانية خف، شوفوا لازم يعني لازم أي طريقة أنتوا تعجبكم. فهسه هاي مثلاً نريد نحلل العشرين، هاي طريقة أخرى، 3 على 10 زائد 6 على 4، نقول على 20، مو إحنا حللنا 20 زائد 20. خاف تقولون ليش ما تحللين، خلينا حلل 10 وهنا 4، على 2 بها 5 وهنا 2، على 2 الخمسة تنزل وهاي واحدة، على 5 بها 1 و1، 2 في 2 4 في 5 20، 20. الطريق الرياضيات 100,000 طريقة، 20 كم 10 بها 2، 2 في 3 6، 20 كم 4 بها 5، 5 في 6 30، حيصير 36 على 20. شوفوا هاي الطريقة الثانية مالت التحليل، قلت 20 كم 4 بها 5 في 6 30، جمعت 30 زائد 6 طلعت لنا 36 على 20. زين، يعني خاف تريدون تحللون أو تردون تضربون عادي براحتكم، وأفضل كيفكم تحللون أو شوفوا تشون طريقة مالتكم. هسا الأربعتاعش، يا الله الأربعتاعش شنو عندي؟ سالب 4.5، 4.2 سالب 4.2 زائد سالب 2.8. يلا يا ماما هسا شن نقول؟ سالب 4.2 زائد 2.8، يعني شون مثل ما طلعنا السالب عامل مشترك هيجي، 8 زائد 2 10، السالب ينزل 8 زائد 2 10، و 4 زائد 2 6، و 1 7، يعني صارت 70. وهنا البوينت سالب 7.0 يعني 70. هذه وأكو عدة طرق، أكو نقول نسوي لهن هذا مطلق، وأكو شوف وبعدين نطلعهن من المطلق هيجي. يلا نروح على، شوفوا نسيت أقولكم على شغلة، أي بالبداية إذا جتكم صفر وفارزة ينحذفن، يعني يصير بس سالب 7 هيجي. هسه وصلنا ل 15، وين هال 15؟ 7.6 زائد سالب 6.5. يلا يا ماما شو نقول؟ ال 7.6 ناقص 6.5. زين
هسه شو نسوي؟ حصرناهم داخل قوس وقلت لي ان موجب بالسالب سالب، يعني شلون ضربتها موجب بالسالب. هسه نبدا نجمع 76 و65، بعدين نحط الفواصل. 6 و5 11، 8 و6 14. ها عيني، 8 و6 14. إذن أقول هنا وحط الفواصل، إذن شو أقول؟ ويساوينا 6 و5 11 و7 و6. ها ناقص، شوف أنا سويت أطرح ماما أطرح. إذن 6 ناقص 5 بيها 1، 7 ناقص، يعني يصير 1.1. سيدتي ناقص طرح، نعم. هسه 16 7 على 4 ناقص 19 على 6. هاي بيش بالله نحللها. راح نقول شوفوا، راح نضرب 4 بـ3 والـ6 بـ2، يعني شوفوا راح نضرب الباست هذا كله بـ3 وراح نضرب هذا كله بـ2، يعني نضرب هذا بـ2 وهذا بـ3. 3 × 7 = 21، و4 في 3 12 ناقص 2 في 6 هذا 12 و2 في 19 38. شوف شلون ضربت هذا الكسر بـ3 وضربت هذا بـ2. زين هسه العامل المشترك الـ12، نبدي ننزل الـ12 واقول 8 ناقص 1 = 7 17 على اليمن على 12 17 على 12. زين هسه تردون تحللون، حللوا الأربعة والستة. خلينا نحلل الأربعة والستة. 4 و6 ناخذها على 2 بها 2، وهنا 3 ناخذها على 2 بها 1، والثلاث ناخذها على 3 بها 1 و1. 2 في 2 4 في 3 شوفوها 12 12. قول 21 ناقص 38 هم يطلع لكم 17 على 12، طبعا سالب لان اشارتي الكبير واطرح ال 38. زين هسه ننتقل المن الى هذا 17 17. 8 على 9 ناقص 3 على 7. يلا يا ماما هنا راح نضرب 9 في 7، وهنا نضربها في 9، يعني نقول 9 في 7 و7 في 9. طبعا البسط والمقام همات 9، حيصير 7 في 9 63، و7 في 8 56 ناقص 7 في 9 63، 3 في 9 27، يطلع لنا 65 ناقص 7، هاي 63 ينزل 56 ناقص 27 16 ناقص 7 بها 29، حيصير 29 على 63. يلا يا روحي هذه يلا هسه رقم وصلنا رقم 18. رقم 18 8.4 × 3. يلا يا روحي راح نضرب 84 × 3 يطلع لنا 84 × 3 = 25.2. ضربنا عادي 34 في سالب 25، يعني نقول هنا 84 × 3، 3 × 4 = 12 3 × 8 = 24 1 25. شوفوها زين هسه 19 19 مطيني 11 على 9 تقسيم 4 على 5. هنا 11 على 9 تنزل، نقلب القسمة إلى ضرب ونقلب مقلوب الكسر.
هنا ما بيها اختصار. نضرب 11 في 5 55، 4 في 9 36. عيني هذا رقم 19. نجي على 20. 20 مطيني 8 على 100. 8 على 100 يساوي لنا، هذا يريد اكتب الأعداد النسبية بصيغة النسبة المئوية. يعني شنو 8 على 100؟ شنو نقول 8%؟ 8%. هذا 20. 21 مطيني 3 على 4. هذا 3 على 4 لازم المقام، لازم المقام أطلع 100. إذن أقول هذه نضربها بخمسة وعشرين، يعني نقول 3 على 4 نضربها بخمسة وعشرين ونضرب البسط بخمسة وعشرين. هنا صارت 4 25 100، وهنا صار 75 ويساوي 75%. هذه 21. نجي على 22 مطيني 4 على 5. حنضرب هذه بعشرين حتى يصير 100، وهذا بعشرين ويساوي 5 في 20 100، وأربعة في 20 80. إذن يساوينا 80%. زين نجي على 23. هي بقت لنا 23، خلنا أكملها هنا. 23 مطيني 3 على 25. هذه نضربها بأربعة وهذه نضربها بأربعة. 12 على 100 ويساوي 12%. عيني زين. هسه وصلنا إلى 24. 24 مطيني 102. يريد إذا كانت نسبة الربح هي 90%. لحظة، إذا كانت الربح جد الربح، إذا كانت نسبة الربح 90% جد الربح، فأقول 90% في 102، لأنه مطيني 90%. إذا أقول 90 على 100 في 102، خلي لها مقامها واحد. هنا اختصار، نختصر نختصر 100 ويا 102. ناخذها على 2، يعني نقول ناخذها على 2، ناخذها على 10. ها يعني نقول شوف هسه هاي الصفر ويا الصفر، الصفر ويا الصفر راح. شوف لحظة هاي الصفر، هاي 100، الصفر ويا الصفر راح، بقى 9 على 10 في 102. هسه راح نضرب 9 في 102 يطلع لنا 918. ضرب 9 في 102 على يمن على 10، فش حيصير؟ 102 ضربتها في 9 على 10، راح يصير ان نقول 0.9. يعني شوف هسه هذا 9 على 10، تردون تقولون 0.9 في 102، ونقول 102 نضربها في 9 طلعت لنا 91.8. ها عيني هذا هو. زين هسه نجي على 25. 25 1250. هذا 1250 نضربها 90% في 1250 يساوي 90 على 100 في 1250 على 1. الصفر ويا الصفر راح، عيني. إذا نقول 9 على 10، الصفر ويا الصفر راح، وهنا أيضا الصفر ويا ال لا خلنا نختصرها، يطلع لنا ويا هاي 125. إذن 9 في 125 يساوي لنا 9 في 125، 5 في 9 45، 2 في 9 18، صارت 1125. ضربتها 1125، هذا الناتج طلع لنا. نعم.
خمسة في تسعة خمسة وأربعين، اثنين في تسعة ثمنتاعش. نعم خلنا نضرب، والله خلنا نتأكد، 125 في 9، 9 في 5 45، 9 في 2 10 11 12 12، 9 في 18 20 21 22، 9 في 1 9 10 11، تمام كله صح. هسه يا رقم وصلنا 26، 26 مطيني 3624. حنضرب 90% في 3624، نقول 90 على 100 في 3624 على 1. هسه شو نقول؟ الصفر ويا الصفر راح، 0.9 في 3624 ويساوي، يطلع لنا 3 2 6 1 و6، 6 1 6 2 3. زين هسه 26، 27، 27 5487. يلا عيني، نقول 90% في 5487، 90 على 100 في 5487 نقول على 1. الصفر ويا الصفر راح، هذه 0.9 في 5487، نضرب ضرب عادي، 5487 في 9، 9 في 7 63، 9 في 8 72، 178، 9 في 4 36، 7 9 في 5 45 49. إذا طلع لنا 49 و3 8.3، 49 3 8.3. خلص هذا الحل. هسه خلصنا 27، نجي على 28. 28 2 0 3 1 2، همات أقول 90% في 3 0 3 1 2، أقول 90 على 100 في 3 0 3 1 2، هاي يساوي هاي 1. أقول 0.9 في، هاي الصفر ويا الصفر راح، 3 0 3 1 2، تمام. هسه الصفر ويا الصفر راح، هسه نضرب ضرب عادي، 2 في 9 يعني نقول 3.3031 في 9، 9 في 2 18، 9 في 1 9 1 10، 9 في 3 27 1 28، 9 في 0 2، 9 في 3 27. إذن يطلع عنا 7 27 و 27 و 2 8 0.8، هذا طلع لنا الناتج. ضربنا ضرب عادي وطلع لنا لحظة، ضربنا بالله 9 في هاي 2، هاي 2، هاي 2 وانا عبالي 3. شوف شلون الخطأ، إذا الضرب غلط. خلينا نعيد هذه 28، اسم غلطت بالرقم 28، 2 0 3 2 0 3 1 2. خلنا نتأكد من الرقم،
يعني 220,312. يلا يعني 90%، يعني نقول أول مرة 90% في 20312. بعدين نقول 90% في 20312. خلي لها مقامها واحد، يعني الصفر ويا الصفر راح. 9/10 في 20312. هسه نقول 0.9 في 20312. نبدأ نضرب 20312 في 9، طلعنا 8.08281 ويساوي 8.0821. وهذه الثمانية طبعا 8 بوينت، واحد لحظة هنا 8.08281 هذا العدد. تمام. نجي على اليمن، هاي 28 خلصتها. نجي على 29. 29 يريد تقسيم تناسبي، يقول لك جد التقسيم التناسبي. نعم، 1,005,3,5,0 من 3.2. شقول مجموع الحصص، يعني نقول 2+3 يطلع لنا 5، 2+3 يطلع لنا 5. فشقول أقول 2/5 في 1,500، وهنا 115,350. خلي لها مقامها واحد، نختصر هاي بها اختصار. يا الله، نقول خلينا نقسم. تردون تختصرون تقسمون، يعني تقسمون مثلا 1,000 على 5، 1,503,5,0. قسمه أنا أشوف أحسن. هنا 3 في 5 15,000. أنزل ال 3 وأقول 0 وأخلي 5، أقول 35 بها 7 في 5 35,000. أخلي 0. إذن طلع عنا العدد 2. نقول 2 نضربه، هذه نقول 2 في 3,070 يعني، ويساوي 6,140. يعني مطلعت هذا العدد ضربته باثنين طلع لنا 6,140. زين، هسه نوش نسوي بعد؟ راح اسوي هنا 3/5. هسه 3/5 في 15,305. على 5 بها 1، نفس الشيء يصير 3,070. إذا 3 في 3,070 يطلع لنا هنا 0, 1, 2 نضرب أو 9,210. نعم، هسه يا هو 9,210. احنا شوف، احنا من نريد نجمع حن يطلع لنا الناتج، يعني من نروح نجمع ذني العددين يطلع لنا الناتج، اذا الحل مالتنا صحيحة. هسه 30 هي كم نقطة؟ 40. 30 يا الله 216 يقول لك من 1.2. أقول 1+2=3. أقول 1/3 في 216.
شوفوا على 3 بها 1، 21 على 3 بها 7، و6 كم 3 بها 2. شوفوا شلون طلعت لنا 2 و7. تردون تقسمون قسمة طويلة عادي، فطلعت لنا يساوي 72. هذا الواحد على 3. هسه ناخذ 1 على 2 في 216. اخذت 1 على 3 وهسه اخذ 1 على 3 وهسه اخذ 1، لا شلون 1 على 3، ناخذ 2 على 3. اخذت 1 على 3 وناخذ 2 على 3، هاي هم نفس الشيء، هم يطلع لنا 72. اذا 72 4 7 في 2 14، طلعت لنا 144. هاي ماما طلعت لنا 144. اللي 31 1800 من 4.5. نبدأ نجمع الحصص، 4 زائد 5 يطلع لنا 9. أقول 4 على 9 في 1800، هاي بها 1 هاي بها 2 والصفرين ينزلن ويساوي 0 0 2 في 4 8. أقول 5 على 9 في 1800، أيضا هاي بها 1 هاي بها 200 ويساوي 0 0 2 في 5 10. شوف شلون طلعتها، مجموع الحصص 800 وبعدين ضربنا هنا 5 على 9، 5 في 200 يطلع لنا ألف. زين هسه 32، خلينا نشوف 32 ايش قد عد 32. ها هذه يكون شاشة حاسوب مستطيلة، شاشة حاسوب مستطيلة شكل نسبة عرضها 2 و3 و130. شو أسوي؟ أهم أجمع 2 زائد 3 يطلع لنا 5، 2 زائد 3 يلي يطلع لنا 5، هاي مجموعة الحصص. فقول 2 على 5 في إيش قد مطين السؤال؟ 130. 130 تمام. زين نقسم بالله 5 على 5 بها نقسمها. ها لحظة احنا لا ما مفروض نقول ايش، لازم نطلع محيط المستطيل. فنقول شوفوا شلون نقول، ما سوي هيجي، لازم أطلع المحيط مالت المستطيل. فنقول مو 2 زائد 3 طلعت لنا الحصص، مجموع الحصص. أقول محيط المستطيل يساوي 2 في الطول زائد العرض، 2 في الطول زائد العرض. زين أقول الطول زائد العرض يطلع لنا 130 على 2، 130 على 2 يطلع لنا 65. هاي قلت الطول زائد العرض، هذا قلت الطول زائد العرض يساوي 130 قسمتها على 2 طلعت لنا 65. 65 يعني 130 على 2 يطلع لنا 65، لأن 6 في 2 12 يبقى 1. تمام. هسه ناخذ العرض، خلنا نكملها هنا. يلا اقول العرض 2 على 5 في 65، هاي بها 1 هاي بها 13، اذا ويساوي 26 سنتيمتر. هسه الطول يساوي 3 على 5 في 65، هاي بها 1 هاي بها 13، إذن ويساوي إن 3 في 3 39 سنتيمتر. زين سنتيمتر خلصنا 32. زين هسة 33. الـ33 يقول يحتاج شارع 25 عمودا كهربائيا،
لإنارته. إلى كم عمود كهرباء تحتاج 3 شوارع لإنارتها؟ زين هسه شو سوي؟ احنا قلنا مو هي يحتاج شارع 25؟ ال25 كم؟ الثلاثة يريد يعني 3 شوارع. فشو اسوي؟ اقول هي عدد الأعمدة، شوفوا راح نسوي، حنسوي جدول، نقول عدد الأعمدة اي وعدد الشوارع نفرضها بي. زين هنا نقول عدد الأعمدة، عدد الأعمدة وهنا الاي وهنا البي، هاي ماما، وهنا عدد الشوارع اللي هي بي، اي وبي هذني. بعدين شو نقول؟ هنا 25 وهنا الواحد وهنا الثلاثة وهنا مجهول، هنا الثابت، هذا تناسب طردي وعكسي، ها ماما، يا الله، هنا الثابت سي وهنا 25 وهنا 25. إذا هذا تناسب طردي، لين زيادة ونقص، كل ما زيد يزيد، هاي زيادة ونقصان عكسي. إذا سي يساوي لنا أي على بي، سي يساوي لنا 25 على 1 ويساوي 25. إذا خليت 25 هنا. هسا شو أقول؟ طلعتها. هسا نقول هسا شو نقول؟ سي يساوي 25 على 1 ويساوي 25. إذا نقول الأي، أطلع الأي على يمن، الأي على 3، إيش قد يساوي الثابت 25؟ طلعت هون الثابت 25، أقول الأي يساوي طرفين بوسطين 3 في 25، 3 25 75. زين 3 في 25 75، إذا 75 عمود طلع لنا، 75 عمود. هاي 75 العمود وين أخليها؟ أخليها هنا، هنا 75 تناسب طردي. نعم 75 تقسيم 3 و25، هنا همات 25. يلا عيني هسه هذا خلصنا، نجي على الأربعة و30. 34 يقول قطعة أرض مستقيمة على 3 قطع، كل قطعة مساحة 400، كم ستكون مساحة كل قطعة إذا قسمت الأرض على 6 قطع؟ قطعة أرض يكون مستقيمة، أقول المساحة، المساحة أي، يعني شو نقول؟ شوف المساحة أي وعدد القطع بي، بي أقول هنا المساحة، هنا عدد القطع بي وهنا المساحة أي وهنا الثابت سي. زين هو قايل لنا 400 وهنا 3 وهنا مجهول وهنا 6. يلا هسه ايش اسوي؟ هذا الـ المساحة 400 وهنا 3، ايش راح اسوي؟ راح اقول يعني القانون، نكتب القانون، هذا التناسب طبعا عكسي، اقول تناسب عكسي، تناسب عكسي، نقول سي يساوي لنا اي في بي، سي يساوي لنا اي في بي، سي يساوي لنا 400 في 3 ويساوي 0 0، 3 في 4 12، 1200. يعني هاي السي طلعتها 1200 تناسب عكسي، اذا نخلي هنا 1200 هاي السي وهنا 1200 همات، يعني هو قاي سي قيمتها سي 1200، هنا 400 على 3 يطلع 400 في 3 1200. إذا شو أقول؟
وبقالنا المساحة أي، بقالنا المساحة أي، أي في ستة يطلع لنا 1200. أقول أي يساوي 1200 تقسيم ستة، أي يساوي 1200 تقسيم ستة بيها 200. إذن هنا شخلي أخلي 200، 200 متر تربيع، 200 متر تربيع. قسمت طلعت 1200 أي في 6 1200، وقسمت 1200 تقسيم 6 طلع لنا 200. زين هسه يا هو 34، هسه 35 تقدير الجذور. نقول جذر 41، يلا يا ماما جذر 41، هذا الجذر 41 جذر تربيعي، أكبر منه 49 وأصغر من عنده 36. هنا 6 وهنا جذر 41 وهنا 7. زين هاي المن قريبة على اليمن، يعني نقول 41 ناقص 36 يطلع لنا 5، 49 ناقص 41 يطلع لنا 8. إذا يا هالقريب عليها قريب عليها 6، إذا نقول 6.1 و 6.2 و 6.3، يعني نقول جذر ال 41 المن تتقرب. زين نجي على 36، 36 مطيني اياها جذر 14، جذر 14، جذر 14 القريب من عدها جذر 16، وهنا عده كل الجذر 9 عيني، فش نقول هنا 3 جذر 24 14 سوري جذر 16 4. اذا اقول 14 ناقص 9 يساوي لنا 5، واقول 16 ناقص 14 يساوي 2. اذا يا هالقريب عليها نقول جذر الأربعة عشر تقرب لها الثلاثة، يعني التسعة، 3.7 3.8 و3.9، هذا 36. يا معني يا الله نجي على اليمن التسعة وثلاثين جذر التكعيبي للميتين وعشرة، لا السبعة وثلاثين، لا السبعة وثلاثين ماما خلنا نقول هنا السبعة وثلاثين، السبعة وثلاثين جذر الخمسمية، يلا عيني 37 الجذر 500، الجذر 500 الأكبر من عدها هنا 484 الجذر، وهنا جذر 529، تمام 529. زين جذر 400 التربيعي 84 شقد 22، وهنا جذر 500 وهنا 529 23. إذا نقول 500 ناقص 484 يطلع لنا 10 ناقص 4 6 و1 و16، هي بس 16، إذا 16. هسه أقول 529 ناقص 500 يطلع لنا 29، إذا الجذر 500 تتقرب يا القريب عليها قريب عليها ال 500، القريب عليها ال 500. اذا شقول 22، يعني قريب عليها هذه ال 22 400 قصدي، اذا 22.1 22.2 و22.3. زين هسه 38 جذر التكعيبي لل 80، الجذر التكعيبي لل 80 هنا الأكبر وهنا الأصغر، هنا الأكبر 64 قصدي الأصغر، وهنا جذرها 125 التكعيبي، 4 هنا جذر ال 80 تكعيب وهنا جذر ال 125 5. هسه ايش راح اسوي؟
راح أقول 80 ناقص 64 يطلع لنا 16، وأقول 125 ناقص 80 يطلع لنا 45. إذن جذر التكعيبي للثمانين تتقرب 4.1 4.2 4.3، هاي 38. بقى لنا 39 والأربعين. يلا يا روحي، 39 إيش قد؟ جذر التكعيبي 210. يلا عيني، جذر التكعيبي للميتين وعشرة هنا جذرها التكعيبي 125 الأصغر، وهنا 216، هنا 5 جذر مالتها. جذر التكعيبي 210 و216 6. إذن شقول؟ أقول حنقص 210 القريب عليها 5.7 و5.8 و5.9. إذن 210 التكعيب مالتها. نجي على 40، جذر التكعيبي 745، 745 التكعيب مالتها، هنا 729 التكعيب، وهنا 1000 التكعيب. زين، هنا 10 وهنا جذر التكعيبي 545، وهنا 729 جيد 9. زين، هسه شو اسوي؟ اقول القريب ياه القريب عليها الالف، يعني 725 قريب عليها 729. اذا شو اقول؟ القريب على 745 9.1 9.2 9.3. خلص الحل.